بمناسبة صوم أمانة العذراء وأعيادها وعيد التجلي اللي هي كمان، ربنا يفرح عليكم وعيد علينا الأيام ديت بخير. قد إيه في صيام العذراء إحنا بنفرح دايما إن إحنا نقعد يكون كلامنا كله تأملات في حياة أمنا العذراء. عايز أخد معكم نقطة كده بسيطة عن العذراء، هي أمنا وبنسميها العذراء والأم، وبنقول لها إحنا افرحي يا مريم افرحي، ونقول لها إيه العبدة والأم، ونقول عليها كمان من ألقابها الشفيعة المؤتمنة، الشفيعة المؤتمنة، فهي أم وشفيعة ومؤتمنة وأمينة. وعبارة ان احنا نقول العذراء أمنا دي، ربنا يسوع بنفسه هو اللي قال ليوحنا على الصليب، قال يوحنا هذه أمك. ومن هنا احنا خدنا العذراء كأم لينا كلنا، كل أولادها كلنا في الكنيسة ندعو العذراء أمنا. أمومة العذراء لينا أمومة غالية جدا. قد ايه الواحد فينا أهم حاجة عنده هي أمه، ما بيصدق كده يشوف حضن أمه ويترمي عليه في متعبه وفي مشاكله. أمه تفهمه من نظرة عينيه، داخل مش مبسوط مش مرتاح، مين اللي تعرف وتحس بيه؟ أمه. احنا لما بنقول الكلام ده على أمنا العذراء ان عارفين ان هي برضو بتشعر بينا وحاسة بينا. من القصص الجميلة اللي بنشوفها في تاريخ الكنيسة قصة مثلا استشهاد الشهيد سيدون بشاي، الشهيد دمياط، قد ايه هو في ساعة استشهاده وفي وقت ما كان بيتألم كان يشوف حواليه الناس اللي بيضطهدوه، ولكن يقول لهم ينده على العذراء ويقول يا ايه يا طهرة، وينده على المسيح يقول له يا يسوع. ووقت ما كان بيستشهد ويقول لابن اخوه كان بينده عليه ويقول له هات كرسي للعذراء، هات كرسي لأمي، هات كرسي لأمي، وينده عليها ويقول لها حنونة. وفعلا بعد اللحظات من الموقف دوت هو كان فعلا استودع روحه من العذراء، استلمت روحه مع كل الملائكة والقدسين، فكانت أم حنونة. العذراء لما بنقول أمنا لأنها بتتشفع كمان لينا، لما الواحد كده بيكون تعبان أو له مشكلة عند حد يسأل على طول العذراء ويلجأ ليها ويقول لها يا عذراء حل المشكلة دي، انت تتصرفي فيها. او يكون واحد انسان بعيد عن ربنا ويطلب من اجل هذا الشخص اللي هو بعيد ويقول يا عذراء ما سيبيش الشخص ده هو ترجعيه تاني. برضو من القصص الجميلة قصة توبة مريم المصرية. مريم المصرية قصتها انها لما دخلت اورشليم وكانت عايزة تعمل الخطية في القدس، وهي داخلة الكنيسة كانت شايفة الصليب ومش عارفة تتقدم للصليب، فابتدت تبكي بدموعها انها اتسمرت في مكانها، ما بقتش تعرف تعمل ايه، حست بخطيتها، فشافت ايقونة العذراء كانت جنبيها، فقالت لها يا عذراء لو انا بقدم توبة اشفعي لي وصلي لي علشان ربنا يقبلني ويرجعني مرة تانية. ومن كتر دموعها للعذراء حست ان هي العذراء سندتها ودخلت فعلا وتقدمت للصليب، ومن بعدها خرجت للبرية وتركت خطيتها وتركت كل شيء وذهبت للبرية. وهي في البرية كانت تطلب شفعة العذراء دايما، تقول لها يا عذراء ساعديني على التوبة وقويني، وفعلا العذراء أمنا سندتها وبقت القديسة مريم المصرية. فكل واحد فينا النهاردة واحنا في صيام العذراء نقول لها يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا شفيعة يا مؤتمنة، بتشفع بيك في كل امور حياتي، واثق ان انت بتصلي ايه، بتصلي من اجلي زي ما تشفعتي في عرس قنا الجليل، شفتي قد ايه هم كانوا محتاجين ورحتي قلتي بس لربنا يسوع ليس لهم خمر، عرضتي احتياج الاسره اللي كانت محتاجه في الفرح. فاحنا يا عذراء في اضطرابنا وفي مشاكلنا وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ملناش غير احنا نتشفع بيك ونقول لك افتحي كنائسنا مرة تانية واجعلي ابواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين زي ما بنقول في التسبيحة. ربنا يكون معاكم، كل سنة وانتم طيبين، وبركة شفاعة العذراء تكون معنا جميعا، والاهل المجد دائما ابدا امين.